عملية بتتم تحت ثبوت درجة الحرارة تي كونستنت، أو نسميها عملية أيزو ثيرمال. الضغط يزيد يبقى الحجم هيقل، احنا مطلوب مننا نحسب الورك والكيو و التشينج في انترنال انرجي او التوافق الطاقة الداخلية. الشغل هو تكامل بي دي في، طبعا ما نقدرش نقول الحجم ثابت فدرجة الدي في بتساوي صفر، ولا البي اقدر اسحبه بره زي عملية الضغط الثابت، وبالتالي ما اقدرش اقول التكامل ده بي سكوير على اتنين، لازم يبقى علاقة بين البي والفي. العلاقة الوحيدة اللي عندنا اللي هي القانون العام للغازات، بي في بتساوي ان ار تي، هشيل بي واحط مكانها ان ار تي مقسومة على في دي في، ونسحب الثابت بره التكامل. هتلاقي ال ان ثابتة والار ثابتة، والعملية بتاعتنا تحت ثبوت درجة الحرارة يبقى temperature constant، يفضل لك تكامل واحد على في دي في. تكامل واحد على في ده يطلع لي بلين، يبقى يطلع لك العملية دي ان ار تي لين في، ومنساش طبعا حدود تكامل من في واحد لفي اتنين، بعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى ان ار تي لين في اتنين ناقص في واحد اللي هو يتحول لين الاسم لين في اتنين على في واحد. منساش ان درجة الحرارة هي المؤشر بتاع التوافق الطاقة الداخلية، وبالتالي التوافق الطاقة الداخلية يطلع بيساوي زيرو لان درجة الحرارة ثابتة فالطاقة اللي هتزيد هتقل. يبقى اذا عشان احسب كيو هي عبارة عن الورك، بس خد بالك هنعوض ازاي. احنا ممكن نشيل ان ار تي دي ونحط مكانها بي في في، ولين في اتنين على في واحد العلاقة عكسية هي بي واحد على بي اتنين. اخر عملية عندنا هي عملية معزولة عن الوسط الخارجي، معناها ان الكيو بتساوي زيرو. برضو العلاقة بين البي في علاقة عكسية، فبالتالي العلاقة بين البي والفي تطلع كيرف منحنى معكوس بشكل كده، كل ما الضغط يزيد الحجم يقل والعكس بالعكس، بس اكيد المنحنى ده المعادلة بتاعته غير المعادلة بتاعت الايزوثيرمال. العملية دي بيسموها عملية ادياباتيك. برضو مطلوب منك تحسب الشغل والتغير في الطاقة الداخلية وكمية الحرارة. كمية الحرارة من اسمها دي معزولة عن الوسط الخارجي، في كمية الحرارة بتساوي زيرو. الشغل هو تكامل البي في دي في. في الحجم الثابت كان الفي ثابتة فكان الدي في بيساوي صفر، فكان الشغل بيساوي صفر، هنا الفي بيتغير. البريشر ثابت ده في عملية الضغط الثابت وتتحول بره التكامل، هنا برضو البريشر بيتغير، فلازم نجيب علاقة بين الاتنين. العلاقة الوحيدة اللي عندنا ان البي في بتساوي ان ار تي، فشيل ده ان ار تي على في دي في. لما يجي يسحب الثابت بره التكامل ده هتلاقي الان والار ثابته بس درجه الحراره بيتغير، يبقى عندك تي على في بالنسبه لفي، يبقى انت مضطر تعرف علاقه بين تي والفي. طب عليها منين دي؟ ما نعرفش، وبالتالي هتفشل طريقه حساب الشغل عن طريق التكامل في العمليه الاديابتك. دلتا يو ماليش قانون يباني، بس احنا عارفين الكيو بتساوي صفر، يبقى اذا دلتا يو بتساوي ماينس دبليو، بس ايه القانون اللي هيجيبهم؟ لسه ما نعرفش بقى. قبل ما نلخص العمليات الاربعه تعال نقارن بس العمليه الايزوثيرمال بالعمليه الادياباتيك عشان نفهم الفرق. في العمليه الادياباتيك هي عمليه معزوله حراريه، عملية معزولة حراريا وسط. فلو افترضت اني جبت غاز وحبسته جوه كده، وبالتالي الضغط على البستون ده والضغط على المكبس ده هو ضغط الغاز، في شوية روكس او صخور كده فوقيه هي دي اللي محافظة عليه. الجسم ده معزول عن الوسط. لو احنا جينا عملنا ايه بقى؟ جينا شلنا شوية صخور من هنا، هتلاقي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الحجم بتاع الغاز ده هيبدأ يزيد، الضغط على المكبس هيقل في الحجم يزيد، هتلاقي ان المكبس الجديد اهو عليه صخرتين بس بدل ما هما كانوا كتير كده، فالحجم زاد والضغط قل. الحجم زاد والضغط قل، بس انا عازل الغاز ده عن الوسط الخارجي، ف
فلو يوجد تبادل مع الوسط الخارجي فكيو بتساوي زيرو. وتعالى نفكر بقى، حجم زاد، ده الحجم هو المؤشر بتاع الشغل، وبالتالي الشغل بيساوي لازم يطلع كمية موجبة عشان الحجم بيزيد. الشغل كمية موجبة وكيو بتساوي زيرو، يبقى كل الشغل اللي انت بذلته راح لدلتا يو بس بالسالب، كيو بتساوي دبليو زائد دلتا يو. الشغل بالموجب يبقى دلتا يو هتطلع بالسالب، يبقى درجة الحرارة أكيد هتقل. على فكرة اللي أنا بقوله ده ممكن يقف في الامتحان يقول لك إيه، ناقش بالمعادلات بقى عملية تمدد أديابتيكي. اللي أنت هتكتبه تكتب معادلات، تمدد معناه إن الحجم بيزيد يبقى الشغل موجب، أديابتك معناها إن كيو بتساوي صفر يبقى الشغل ودلتا يو علاقة بينهم علاقة عكسية، كيو بتساوي سالب دلتا يو. شغل الموجب دلتا يو بالسالب يبقى أكيد درجة الحرارة بتقل. طب لو أنا قلت لك بقى ناقش بالمعادلات عملية انضغاط أديابتيكي، هتلاقي إيه الوضع؟ زودت ضغط على المكبس فالحجم هيقل والضغط يزيد، هيبقى الشغل بالسالب ودلتا يو بالموجب هتلاقي درجة الحرارة بتزيد. ففي مؤشرين قدامك اهو عكس بعض، حجم بيزيد درجة الحرارة بتقل. ليه؟ لأن كيوب صفر ودبليو بتساوي دلتا يو. فمؤشر ال V ده هو مؤشر دلتا يو، ايه مؤشر للشغل، و T ده مؤشر بتاع دلتا يو. تعال نبص بقى للعملية الايزوثيرمال. برضه عندنا المكبس بتاعنا، احنا حابسين شوية غاز وحاطط المكب فوق صخور فوق المكبس عشان تحافظ على المكبس ده. بس قبل ما نكمل تعالى اسالك سؤال كده، لو احنا قلنا ايه، عندي شويه ميه درجه حرارتهم 20 وجيت حطيت فيهم ميه درجه حرارتهم 20 وجيت حطيت فيهم مكعب نحاس درجه حرارتهم 100، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تبادل حراري، النحاس هيفقد شوية حرارة ويديها للمية والمية تبقى تسخن، وكيو بتساوي ام سي دلتا تي، ام سي دلتا تي تعرف تجيب درجة الحرارة بتاعة الاتزان كام. طب تخيل بقى مكعب النحاس ده اللي درجة حرارته 100، انت ما حطوش في مية بقى، انت حطيته في بحر سي درجة حرارته 20، هل درجة حرارة البحر دي هتتغير؟ الإجابة لأ، لأن البحر ده كبير قوي فهيستوعب الكيو دي من غير ما تغير درجة حرارته. تعال نطبق نفس الفكرة بقى دي، انا هاخد الغاز ده واحطه في لارج ريزرفوار، بحر كبير قوي وسخن درجة حرارته اسمها تي مثلا، وبالتالي درجة الحرارة هتبقى ثابتة مهما الغاز يدي كيو، درجة الحرارة ما تغيرش ويفضل في اتزان. فدي كلمة عملية ايزوثيرم. وتعالى نطبق نفس الفكرة تاني، هبدأ أشيل شوية صخور صخور من على البستون ده، إيه اللي هيحصل معاك؟ هتلاقي الوادي وادي الغاز، أنت شلت شوية قللت الضغط فالضغط هيقل وبالتالي الحجم هيزيد. الحجم عايز يزيد فده المؤشر بتاع مين؟ بتاع الشغل، يبقى الشغل كمية موجبة بس درجة الحرارة ثابتة، وبالتالي كل الشغل اللي اتبذل ده راح فين؟ راح في كيو، وكيو بتساوي دبليو فتطلع هي موجبة هي كمان. هي دي العملية الأوسط. طيب بي في بتساوي ان ار تي، يعني بي في بتساوي عملية ثابت، لما تيجي ترسمها هتطلع منحنى عكسي، على حسب الثابت ده بكام يطلع شكل المنحنى. واضح لو انا خدت اي نقطة افقية كده عند نفس الحجم هتلاقي كل ما درجة الحرارة تزيد يبقى الضغط يزيد، يبقى تلاقي كل ما اطلع لفوق كده درجة الحرارة بتزيد. تعالى نبدأ بنقطة واحد دي، لو انا عايز امشي ايزوثيرمال عملية حجم ثابت يبقى انا امشي على الخط اللي بالاخضر اللي انا رسمه ده. طب انا مش على عملية ادياباتك، لقيت انت ايه الاختلاف ده؟ هي زيها بالظبط بس الفرق ان درجة الحرارة بتقل، فانت هتلاقي العملية الادياباتك
لازم تنزل لتحت كده شوية، اللي هي تبقى الخط اللي بالأزرق ده. يبقى الأزرق ده، ده عملية أديابتك، عملية معزولة حراريا. اللي بالأخضر ده العملية الأيزوثيرمال. ايه الفرق بين الاتنين؟ في العملية الأدياباتيك كل لما الحجم يزيد، ده المؤشر بتاع الشغل، يبقى درجة الحرارة بتقل تنزل لتحت. كل لما المؤشر بتاع دلتا يو، كل لما الحجم يزيد يقل يبقى انت بترجع لورا، يبقى درجة الحرارة هتلاقيها بتزيد، يبقى تطلع لفوق. لو احنا جبنا كورتين، كرة حطيتها على المنحنى الأزرق وكرة حطيتها على المنحنى الأخضر، هتلاقي مين ينزل أسرع؟ أكيد المنحنى بتاع الأدياباتيك هتنزل أسرع، فعشان كده بيسموها عملية سريعة أو عملية مفاجئة. على فكرة كلمة سريعة ومفاجئة دي مش إن هي عملية تعملها بسرعة، يعني دي عملية قصدي بيها إن تغير الضغط مع الحجم هو تغير سريع، الكيرف شارب. درجة الحرارة ثابتة، الكيرف الأخضر الكرة هتلاقيها تنزل ببطء، فعشان كده بيقول بيسموا عملية درجة الحرارة الثابتة دي تسخين ببطء أو تسخين بطيء. تاني احنا كده فهمنا الفرق بين الاتنين. نبدأ نلخص الأربع عمليات، وبالتالي الجدول ده هو هيبقى أساس المذاكرة في الجزء بتاع الثيرموداينامكس. عندنا أربع عمليات: حجم ثابت، ضغط ثابت، درجة حرارة ثابتة، بي في بتساوي ان ار تي. والعملية الرابعة اللي هي الكيو، اللي هي ملهاش مؤشر، كيو بتساوي صفر، دي عملية معزولة حراريا. كلمة ثابت دي بيسموها ايزو، فحجم ثابت دي يسموها ايزو فوليومتريك، ضغط ثابت دي هيسموها ايزو بيريك اللي هي من الضغط، درجة حرارة ثابتة دي مهمة دي بقى، دي ايزو ثيرمال. عملية معزولة حراريا احنا عايزين نسميها اسم، فقال لك ايه كلمة واحدة يبقى اسمها اديابتك، دي عملية معزولة حراريا. انت مطالب تعرف ايه في كل عملية. اول حاجة مطالب تعرف العلاقة بين الضغط والحجم، البي في دايجرام ده هيبقى شكله ايه، فلازم تعرف ترسمه. ادي البي مع الفي. عملية حجم ثابت يعني الحجم لا عايز يدور هيقل، يبقى لازم تمشي خط بالطول، معناها ان في واحد بتساوي في اتنين، البداية زي النهاية. بس السؤال، طب والضغط يزيد ولا يقل؟ ده على حسب بقى ما يقول لك. لما يقول لك عملية ضغط تحت ثبوت الحجم، يبقى الضغط بيزيد، كومبريشن، انضغاط. عملية تسخين تحت ثبوت الحجم، درجة الحرارة بتزيد، يبقى أكيد الضغط بيزيد كمان، يبقى أنت طالع لفوق. طب هو الضغط بيتغير تبعا لمين؟ لدرجة الحرارة. بي في بتساوي ان ار تي، يبقى العلاقة بين الضغط والحجم ودرجة الحرارة علاقة طردية، يعني بي واحد على بي اتنين بتساوي تي اتنين على تي واحد. نخش على العملية اللي بعديها. الضغط ثابت معناها ان انت هتمشي ازاي؟ تمشي بالعرض، يبقى الضغط يزيد ولا يقل، يبقى بي واحد بتساوي بي اتنين، لا اطلع لفوق ولا امشي ولا انزل لتحت، بس هطلع لقدام ولا هرجع لورا على حسب تمدد حجم بيزيد او ارجع لورا او انكماش. هتفهم من الكلام، بس دي معناها ان الحجم بيتغير مع مين؟ مع درجة الحرارة اللي مش باينة لك على الرسم، بس التغير برضه طردي. كل ما الحجم يزيد درجة الحرارة تزيد، يبقى في واحد على تي اتنين تساوي تي واحد على تي اتنين. عملية ثبوت درجة الحرارة، عملية ايزوثيرمال. طب البي والفي ده مش باين هنا درجة حرارة، بس اكيد العلاقة بينهم عكسية، يبقى ده منحنى. واحنا اتفقنا العملية الايزوثيرمال هي عملية بالمنحنى ده يكون بطيء ويكون ميله صغير، الحجم بيقل مع الضغط، حجم يزيد مع نقصان الحجم، سوري انا اسف، الحجم بيقل مع زيادة الضغط، والعكس بالعكس، يعني معناها ان بي واحد على بي اتنين بتساوي بي اتنين على بي واحد. اخر عملية، العملية الادياباتيك، هو برضو انا ما عنديش اي معلومات بقى، حاجة ثابتة فكله بيتغير، يعني بي واحد بي واحد على تي واحد بتساوي بي اتنين بي اتنين على بي اتنين. علاقة عكسية، بس احنا فهمنا ان العلاقة دي هتبقى شرط.
أسرع. فاضل ندور على إيه بقى؟ إزاي هنحسب الشغل في كل عملية؟ الشغل هو تكامل بي دي في، فتيجي على العملية الأولانية الحجم ثابت يبقى الدي في بتساوي زيرو، يبقى أكيد الشغل بيساوي صفر. واحنا عارفينها من الاول، حجم لا بيزيد ولا بيقل، معناها ان المقبس ما بيتحركش، والحجم هو المؤشر بتاع الشغل. عملية ضغط بتساوي ثابت، معناها ان انت ممكن تسحب البي بره، يفضل لك تكامل واحد بالنسبة لفي، فيطلع لك ايه ده؟ تكامل واحد بالنسبة لفي يطلع لك في، بس ما تنساش حلو التكامل، يبقى في في اتنين ناقص في واحد. قال بي واحد ولا بي اتنين؟ ما هو بي واحد ولا بي اتنين مش هتفرق. واضح قوي ان القانون ده اكيد سليم، لان في اتنين غير في واحد، لو في اتنين اكبر من في واحد فمعناها ان الشغل بالموجب، ده اللي انا فاهمه من المجلس اتحرك لبره. لو في واحد اكبر معناها ان الحجم بيقل، هيطلع معناها ان الشغل بالسالب، المجلس اتحرك لجوه. لو في اتنين زي في واحد فيطلع الشغل بيساوي صفر. الكلام كله لوجيك. هتيجي العملية اللي بعديها، عملية ضغط ثابت، سوري درجة حرارة ثابتة، الضغط مش عارف اسحبه بره، يبقى لازم اجيب علاقة بين الاتنين. بي في بتساوي ان ار تي، فبشيل البي واحط مكانها ان ار تي على في. دي في ان ار تي تطلع بره عشان درجة الحرارة ثابتة، فيفضل لك تكامل دي في على في، اللي هو يطلع بلين لين اللي فوق ناقص اللي تحت، فيطلع لك ده ان ار تي لين في اتنين على في واحد. تي واحد دي ولا تي اتنين؟ درجة الحرارة ثابتة. واضح اوي لو في واحد بتساوي في اتنين، دي معناها لين واحد ده بيساوي صفر، وبالتالي الشغل بيساوي صفر. لو المكبس متحركش الشغل بصفر برضه، يبقى القانون سليم. واتفقنا ان انت ممكن تشيل بقى بدل ان ار تي تحط مكانها ايه؟ بي في. طب واحد ولا اتنين؟ ما هو بي واحد، في واحد بتساوي بي اتنين في في اتنين. وبرضه ممكن اشيل في اتنين على في واحد علاقة عكسية، يبقى ده بي واحد على بي اتنين، نفس الكلام. هو كله لعبة من المسائل، هنبقى نشوف الكلام ده في مسائل. اخر حاجة العملية الادياباتيك، الورك تكامل بي دي في، كل التلات طرق اللي فاتوا هيفشلوا. الحجم مش ثابت فدي مش بتساوي صفر، الضغط مش ثابت مش حبش ما ينفعش تحول ورا، درجة الحرارة مش ثابتة، حتى لو شلت حطيت ان ار تي على في هيفضل لك ان ار يطلعوا بره، ويفضل لك تكامل تي على في دي في. فالطريقة دي هتفشل منك، ما ينفعش تجيب الحجم بالشغل بالطريقة دي، الشغل بالطريقة دي. خلي بالك انت ممكن تلاحظ من هنا ايه بقى، الشغل تكامل بي دي في هو المساحة تحت المنحنى، فالخط بتاع الحجم الثابت مساحة تحتيه بتساوي صفر، لان هي خط تحتيه نقطة. الضغط الثابت المساحة تحتيه هو عبارة عن مستطيل، كان ممكن نقول ان الشغل هو عبارة عن الطول في العرض، الارتفاع ده هو البي، وده هو فرق الضغط، فرق الحجم دلتا في، في ناقص وقت. الشغل طلع هو بي في دلتا في. هنا العلاقة في الأيوسما والأدياباتك دي علاقة منحنيات، وبالتالي المساحة تحت المنحنى ما ينفعش تجيبها بمجرد النظر. بس ما نمنعش إن أنا ممكن أسألك، أجيب لك مسألة أرسم لك فيها رسمة مثلث وهات لك الشغل، فتقول لي هو المساحة تحت المنحنى. طب أعرف الشغل موجب ولا سالب إزاي؟ قلنا الشغل المؤشر بتاعه هو الحجم، فلو السهم طالع له قدام معناه ان الحجم بيزيد، يبقى الشغل بالموجب. السهم طالع لورا، رجع لورا، يبقى الحجم بيقل، يبقى الشغل بالسالب. بس انت هات المساحة بقى. نكمل بعد كده عملية زي نشوف الكيو بقى. الكيو اتفقنا يا اما تبع الحرارة النوعية يا اما تبع الحرارة الكاملة. الحرارة النوعية معناها ان درجة الحرارة بتتغير، بس انت عندك في حالتين لتغيير درجة الحرارة عندك هنا، ولا ثلاثة، ثلاثة بيغيروا درجة الحرارة. أول واحدة حجم ثابت، معناها إن درجة الحرارة بتتغير مع الضغط، في القانون بتاعك هيبقى ام سي ام سي في دلتا تي. لو أنا شغال السي دي، يبقى دي حرارة نوعية وحدتها ايه؟ جول لكل كيلو جرام كلفن.
لو انا شغال بعدد الموليات بتاعت ان سي تانية دلتا تي هي ثابت برضه، حالة نوعية تانية بس حالة نوعية جزيئية، تبقى جول لكل كيلو مول كلفن، لان في غازات هتعتمد على ان. لما تيجي في الضغط الثابت تسأل نفسك هو درجة الحرارة بتتغير؟ الإجابة أيوه، في القانون بتاعك هيبقى خلينا بقى بالإن، يبقى إن سي في دلتا تي، دي الحرارة النوعية الجزيئية. بس إيه ده؟ هو الكيو في الحالتين زي بعض؟ ده أنت بتغير درجة الحرارة مرة مع الحجم ومرة مع الضغط، أكيد الكيو مختلفة، وبالتالي الثابت بتاع الغاز هيبقى مختلف. طب أسميهم إيه؟ ده ثابت للغاز حرارة نوعية، أنا قستها تحت ثبوت الضغط في اسمها سي بي. الثابت تحت ثبوت الحجم هيبقى اسمه سي في. طب هل في حاجة اسمها سي تي؟ أكيد لأ، درجة الحرارة ثابتة يبقى في حرارة نوعية ازاي؟ طب اشمعنى الكلام ده مبانش في النحاس؟ لأن في النحاس تغيير درجة الحرارة ملوش دعوة بحجم مادة النحاس ولا ليه دعوة بضغط النحاس، إنما الغاز مشكلة تغيير درجة حرارته بتعتمد على حجمه وضغطه، وبالتالي عنده ثابتين للحرارة النوعية، حرارة نوعية تحت ثبوت الحجم وحرارة نوعية تحت ثبوت الضغط. عملية تي بتساوي كونستنت عملية أيو سيرمان، فالمفروض معرفش أجيب بالحرارة النوعية، فليها سكة تانية. العملية الأدياباتيك هي عملية معزولة حراريا، فدرجة الحرارة بتتغير أيوة بس الكيو بتساوي زيرو، أنت عزلته. فدي معناها ان كل الشغل او الشغل اللي بيطلع لك بيجي على حساب الطاقة الداخلي، نكمل المرة الجاية.